السلام عليكم يا طلبة، اليوم إن شاء الله هنحاول ننزل برنامج الوورد بريس على الويندوز. لو ما صارش من برنامج اللوكال اللي عطيت لكم في الكلاسات، هنجربه مع برنامج الإكزامب. الإكزامب طبعا كما قلنا في المحاضرة هو عبارة عن برنامج باكج فيها SQL وفيها PHP تشتغل أكثر من نظام. مبدئيا يا شباب، نخش نفتح الكروم ونكتب اكزام في الجوجل، اكزام وندير انتر، نخشوا على الاكزام ونديروا شنو اول لينك تلقاه اسمه اباتشي فريند، نختار الاصدار الخاص بنا هو الويندوز، نزر اللينك هذا، لما نزره يبكي البرنامج شنو ينزل يطلق الصفحة هذه، ياخذ شوية وقت باش تطلع لك نافذة التنزيل. لما تطلع نافذة التنزيل هيقول لك انا من قبل النزلة، فانتو تنزلوه في باستخدام داونلود مانجر او باستخدام حتى الكروم. تمام، انا هنا شخصيا محمل لنا ووردبريس فمش داعي النزلة، فلو نزلوه على جهاز او فيم وير فاضية باهي مفيهاش حاجة، نختار كابي من هنا ونفتح الفيم وير. الفيم وير متاعي عبارة عن ويندوز 10، ما فيهاش سيرفر رانينج ولا حتى ماي سكيل. للتأكيد هنخش على التي سي بي فيو. لو انت ويندوز بتاعك 32 بت استخدم الخيار الاول، ولو 64 بت تختار شنو ما قبل خيارات التي سي بي فيو 64 بت. ندير دبل كليك، ندير ياس، نتأكد من البورتات الأساسية وهي 80. شباب 80 الريموت فوتو عاد ما تأثرش، مفروض عندنا اللوكال بورت او البورت في السيرفر المحلي 80 مش موجوده، متى شنو افيلبل ما فيش سيرفر. ونجرب اربع بورتات للتاكيد هي خاصه بالسكيور شانل حتى هي مش موجوده في اللوكال. واخيرا ديفولت باي بتاع الماي سكول سيرفر واي 33.06 تلاقوها مش موجوده. تمام، جزئيه اخر، لو عندك برنامج من قبل محملينه يريد تمسحوا اي حاجه لها علاقه بال PHP ماي سكيل اي حاجه تمسحوها باش ننزلوا الاكزام. تمام، انا الاكزام هننزله هنا في الداونلودز، هندير هنا كليك يمين او كنترول بيست وننقله من الفي ام وير الى شنو الماشين بتاعي. هندير طبعا في البدايه هندير شنو دبل كليك باش ندير سيت اب البرنامج. طبعا الفيم وير ممكن تعطل شوية، لما يكمل هنديله شنو يس ونديله شنو سيت اب. عندنا الفيم وير طبعا انتوا مش هتدرو في الفيم وير، هتدرو في الجهاز كم الويندوز الخاصة بك. قال لك ويلكم تو اكزام، هنكملوا نحنا. طبعا في حاجة قال لك because activated user account or UAC or your system، قال لك مرات في بعض الصلاحيات هنمشهم كيف مبدئيا. اليو اي سي تقدر تغيروها من هنا، لو كتبت هنا اليو اي سي هنا هتغيرها من هنا باي او كنترول مانجمنت، فلو اثرت او نغيروها، بس مبدئيا ما نغيروش. هندير اوكي، هندير نيكست ونختار الحاجات الاساسية ان خلوه كيف ما هي باي. هنديره نيكست، الاكزام مسار بتاع سي سلاش اكزام وندير شو نيكست. تختار اللغه، تختار في المتبيع طبعا هو الماني وانجليزي، تختار الانجليزي، دير نيكست وخليه يبدا يدير في سيت اب. طب انا الفيديو هذا حوقفه شوي لان ما يكمل وبعدين نرد عليه. تمام، لما يكمل برنامج الاكزام ردوا عليه بيجيك نافذ هذه يقول لك فاير وول، بعدين تشيك النت نيم باي دير بابليك البرايفت نتورك على اساس السيرفر متاع الاباتشي ما سلاش بلوك من فاير وول متاع الويندوز. دير لو اكسس، بعد شويه المفروض الانستليشن تاع الاكزام بيكمل.
تمام، نردوا على برنامج الاكزام. يقول لك ستارت كنترول بن، لو تحكم بيد له اوكي شير عادي او دير شنو فينش، تو المفروض يفتح كنترول بن الخاصه بالسيرفر اكزام. هذا يكون بتاع طلعت انا، معناته شو المفروض يشتغل. لو ما طلعش بتصير عليها وتدير شنو هنا شو وهايت. تمام، هذه النافذه بتاع الاكزام. بنأكدوا طبعا اباتشي بنزروا عليه دول ستارت. لو ما فيش مشكلة حيقول لك الاباتشي ستارت على البورت 80 و 443. الفرق ان 443 هي خاصة بالسيكوريتي او الاس اس ال، وال 80 هي البورت العادية. التانية بنديروا شنو ستارت ماي سكول، هندير ستارت. لو الماي سكول ما فيش مشاكل حيشتغل على بورت 30 3306. نفس الجو ندير له شنو الاو اكسس، بنخلي الماي سكول مفتوح ما يسكرش على الفاير وول بتاع الونس. تمام هيك دي لا لا توقع تو عندنا احنا شنو تو الاباتشي والماي سكول يشتغل. تمام، خلينا تو شنو شباب ننزلوا الووردبريس الكود نفسه. هنكتب ووردبريس وندير شنو انتر. قبل ما ندير انت بس تأكدوا من حاجة، بنكتب لوكال هوست على الجهاز. لوكال هوست باختصار شنو؟ بشوف السيرفر محمل على الجهاز بتاعك. ندير انت المفروض يطلع لي حاجة لها علاقة بالإكزام. طلعت لي قال لي ويلكم تو إكزام فور ويندوز كذا، متى يبدو ان شنو؟ السيرفر يشتغل على بورت 80 او لوكال هوست. اوكي؟ نعدوا نردوا على الورد بريس. خلينا ننزلوا تو برنامج الورد بريس. مش حننزلوه الشباب من وورد بريس دوت كوم، حننزلوه من لطخة تنزل على wordpress.org. تنزل عليها ممتعكد مش wordpress.com wordpress.org. انظروا عليها وبعدين يفتحنا توا wordpress.com. الفرق بيناتنا يا شباب .com هو عبارة عن خدمة من wordpress بتعطيك استضافة وبعض الحاجات الأخرى. نحن ما نبغاش لنا اشتغلنا بيها، نحن في جربناها على نقال wordpress.com. طبعا نختار، لما نختار wordpress.org هندير get wordpress، وبعدين شنو ننزل ندوره داونلود. هو طبعا يقول لك هل تبي استضافه تحمله برا على الاونلاين. ما نبش احنا مبدئيا نبي نشغلوه على شنو لوكال. هندير اخر اصدار داونلود ووردبريس 6.1.1، ندير عليه داونلود. هياخد يبي ينزل فيه. لو ما عندكش داونلود مانجر يزيد لك شنو على الكروم. خلاص انا مبدئيا ما عادش نستحقوه، نستكروا هذا وحسب النت اللي عندك. طبعا هذا لو خشنا الورد بريس تو عندي نازل، بنحمله تو على الاكزام. ابسط طريقه شنو يعني نفتحها من هنا بدك دك. لو عندك برنامج من رار من زايب اي برنامج فك في الضغط. مازال يبدو مازال ما كملش تحميل، الدائره مازال زرقاء. تمام، لما نزل عندنا الووردبريس نضغطوه هنا كنترول سي او دي الاكستراكت في المسار بتاع الاكزام. نعدو تو ماي بي سي او ماي كمبيوتر او بي سي، نفتح هنا السي، نخش على اكزام ونخش على مسار اتش تي دوكس. تمام، هذا هو المسار اللي فيه الموقع بتاعنا. اي حاجه تكتبها على اليو ار ال لوكال هوست تطلع. هندير هنا بيست يبدو ان البيس نزل لي الاكزام سوفت وير، مش مشكله. اختار تمام، لما ندير بيس للورد بس بيجيني هذا المفروض. تمام، او دي الاكستراكت فك الضغط على مجلد وورد بس مو محطه لي هنا في المسار هذا c/exam/httdocs. تمام، طبعا خلينا نبدأ على البراوزر متاعنا. هنكتب هذا لوكال هوست، وبعدين بدل ما نكتب داشبورد نكتب جنبه شنو ووردبريس. لو نكتب ووردبريس المفروض يخش لي على طول عندنا برنامج الووردبريس.
كيف ما موجود في المذكرة الأولى متاع العمل وورد، بس لو طلعت لك هذه معناتها أنت البي اتش بي متاعك يشتغل تمام، أو الأباتشي كيف ما هو موضح عندي الأباتشي يشتغل تمام. الماي اس كول حتى هو يشتغل لأنه هو الداتابيز، حنأكدوا عليه تو. نختاروا انجلش، حنديروا شنو كونتينيو، نختاروا اللغة. تو بيتأكد من الداتابيز، بيدير رابطة مع الداتابيز الوورد بس اللي بيخزن فيها بيانات. حنديروا لتس جو لوطا. طبعا مبدئيا الداتابيز عندي انا شنو وورد بس، وانا عندي يوزر نيم وعندي لوطا شنو باسورد ولوكال هوست. الحاجة اللي عندنا تو الوورد بس نفسها في داتابيز، بس مش مكون عندي داتابيز انا في الماي سكول سيرفر. كيف الحل؟ حنفتحوا المتصفح الخاص بقاعدة البيانات. لو موريكم بس يا طلبة، لو درنا وورد بس انا وكتبنا مثلا اليوزر نيم ما هو روت، الباس دعاتها ديك شنو فاضية ما فيهاش حاجة، ولو درنا سبمت يقول لك ما قدرش يدير شنو الداتابيز. تو خش اليوزر نيم والباس مظبوطة، بس قال لك الداتابيز مش موجودة اللي هي شنو وورد بس. ندير تراي اجان. تو بنشو وورد بس داتابيز، بعدين ندير له سبمت. كيف نديرو هذه؟ ببساطة جدا، نكتب لوكال هوست تمام سلاش php my admin. هذه الصفحة المسؤولة على استعراض وإضافة قاعدة البيانات. ندور عليها انتر. مفروض لو spelling time مظبوط بيخش لها صفحة واحدة أخرى باش نضيف الداتابيز. تمام مبدئيا هيك شغلنا تمام. خش على الداتابيز بدون يوزر نيم باسورد، لأن روت في الأخير ما فيهاش عندنا يوزر نيم بدون باسورد. تمام بنخش أول حاجة بالزر على الداتابيز. تمام بننشئ قاعدة بيانات جديدة. تمام تختار في الأول create database، زر عليها. طبعا زر على تحتها بتسمي الداتابيز متاعك، سموها شنو نفس موجود عندنا في الموقع الأولي WordPress. تمام وبعدين شنو نديرو؟ طبعا هذه UTF-8 نوع الكارتم، مش داعي خلوها كي جنرال. هندير شنو create، تو بينشئ قاعدة بيانات عندي تفنون هنا اسمها WordPress. ردوا على الموقع متاعنا الاكزام الداتابيز اسمها WordPress اللي هي انشأناها توا. والخطوة الثانية ندير يوزر نيم اسمها روت، الباسورد سيبوها فاضي، الداتابيز لوكال هوست، وندير شنو تيبل بريفكس دوينا عليه بدري في المحاضرة. هندير شنو سبمت. شباب لو الداتابيز ما باش يصير منه، لو كتبنا هنا وورد بريس ودلنا سبميت وما صارش منها، طلع لك اي حاجة غلط، حدير شنو انستول ناو. نعود من جديد كونتينيو. تمام لو وصلتوا يا شباب النافذة هذه شو معناتها؟ معناتها نقدر تو شنو نسمي الموقع متاعي. حنسمي مثلا الهوني، اليوزر نيم نديره مثلا احمد، الباسورد نختار باسورد ضعيفة او حاجة نحفظها تقدر تغيرها مثلا 1 2 3 4. هيقول لك فيري ويك، زر كونفيرم باش يقبل الباسورد الضعيفة. الايميل تكتب اي ايميل خاص بيك، وبعدين في الاخير شنو سيرش انجن اوبتمايزيشن عادي سيبك مين لنا احنا بدرو لوك. وبعدين حدي شنو انستول. تمام قال لك يبي ايميل ادرس، حنعطيه ايميل من عندي، حنعطيه احمد الهوني @gmail.com. تمام نقول له شنو كونفيرم ويك باسورد، ونقول له شنو انستول. تو ان شاء الله مفروض الوورد بريس نتاعنا يشتغل. قد ايش شوي توقع يدير شنو بيقول لي تحفظ باسورد، نقول له اوكي ما نبيهاش مش داعي نحفظها. هندير طبعا الادمن نتاعي اسمه احمد، والباسورد اخترته هي 1 2 3 4 او تريح كم. هندير تو لوجن، نختار اليوزر نيم نتاعي هو احمد اي اتش ام اي دي، وبعدين ندخل الباسورد 1 2 3 4
في حال بنحفظ بس مش كل مرة نبدل لوجن دي اللي ريمان بابي بعدين شنتير لوجن. إن شاء الله أعتقد هذه أسهل طريقة للدخول على الوورد بس الإشكالية كانت في الداتابيز، مش داعي تسميها وورد بس، سميها حتى تيست وكمل بيها الشغل. تمام، لو شكلها بيها مشكلة هي تتواصلوا معايا على الخاص. تمام، قال لي هاودي أحمد اليوزر نيم بتاعي، ملاحظة مش طالع الصورة بتاعي ليش؟ لأني مش رابطة بالإيميل المستعملة على wordpress.com، أنا مستخدم هذا الجيميل غادي مستخدم شنو live.com. عندنا الأبديت في بعض البلاجنز يبقى التعديل. المهم يا شباب لو وصلت المرحلة هذه متى أموركم في السليم إن شاء الله، وإن شاء الله هناخد محاضرات أخرى على المادة سواء نظري أو عملي. بالنسبة للجانب العملي إن شاء الله هيجي اليوم الأربعاء الثلاثاء هيجي شنو الجانب النظري. إن شاء الله يا شباب استفدتوا في هذا الفيديو وعرفتوا كيف تنزلوا الوورد بريس. في الأخير حديروا سكرين شوت للشاشة هذه وتسلموه لو مازال في وقت في تسليم الهوم ورك. تمام، ماشي، السلام عليكم.